يا مساء الورد والفل والسعادة على كل مشاهدي صدى البلد وبالتحديد مشاهدي مطبخ البلد. هابي فالنتاينز داي. واضح ان في اجماع ان النهارده الفالنتاين، بس الحقيقه انا كنت بتعامل معاه كعيد عمال عادي جدا، بس انتوا كمشاهدين مالكوش اي ذنب في الموضوع ده، فاحنا لازم نحتفل. طبعا زي ما انتوا شايفين تورته الالتهابات اللي قدامنا دي، بس هي عامله بهجه في الاستوديو معانا. تعالوا نشوف مين اللي عملنا المفاجاه الحلوه دي. التورته شكلها شيك واعتقد كده مكوناتها مش تبقى غاليه قوي، وكمان مع التورته دي مفيش مانع ان احنا ناكله حاجه حرشه، هناكله صدق وكمان هناكله حواوشي. رحبوا معايا بالشيف اللي منورانا النهارده ده إسراء فتحي. هلو هلو هلو، ازيك يا إسراء؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة. مبدئيا ميرسي جدا على الكيك الحلوة القمر دي. واكيد الواحد يعني في الفالنتاين لازم ياكل كيك. اكيد. لكن في الدايت مش لازم ابدا ياكل كيك. لا لا لا، بتوع الدايت ما لهمش دعوه بيها خالص. الدايت يمتنعوا. قولي لي بقى، انت قولي لي قبل الاول ما نعمل، احنا هنعمله صدق النهارده وهنعمله حواوشي. صدق بالاسكندراني. سجق. سجق. هعمل سجق بدبس الرمان. وهعمل حواوشي مدخن بالمكونات بقى بتاعته اللي احنا جايبينها القمر دي. الحواوشي المدخن ده انا ما سمعتش عنه قبل كده. لا، فانت واضح ان انت ناويه تفاجئيني. لا لا، هفاجئكم احلى مفاجاه النهارده. انا الفحمه بس مطفياها كده كده في البيت في اللحمه المفرومه. المفروض ان احنا بعد ما بنخلط معاها الخضار بتاعها كله بطفي فيها الفحمه بحته زبده كده، بتديها كانها مشويه على الفحم بقى، حاجه طيب. كده خطيره. قولي لي بقى مقاديرك ايه؟ هقولها لك حالا. المقادير بتاعتي عباره عن لحمه مفرومه نص كيلو. معايا اربع بصلات مفرومين، فلفل رومي ثلاث حبات ومعاهم حامي، وكمان الثوم والبهارات بقى هي بتاعت الحواوشي دي، هي سر الخلطه كلها. حلو. بس هي ايه بقى البهارات دي؟ لا ما انت تقولي لي. هي بهارات بصراحه متركبه جاهزه من عند العطار، بس هي بتاعت ماجي. بس انا يعني اكتر يعني مرقه دجاج مشهوره. وهي بصراحه يعني افضل نوع في بهارات الحواوشي. طيب يعني انا اروح للعطار اقول له انا عايزه بهارات حواوشي. مظبوط صح كده؟ ايوه مظبوط. انا دلوقتي هحط النص كيلو لحمه مفرومه بتاعتي. وعليها البهارات بتاعه الحواوشي. حلو. هاخد الاربع بصلات القمر دول انزلهم على اللحمه. يلا بينا يا سيدي. روايح بقى، تحسي اللحمه مدخنه وريحتها ايه مفحفحه. اهو الفلفل الرومي، ومعاه فلفل كمان حامي، بس اللي مش حابب الحامي يقدر يعني يقدر يشيله عادي. اوكي. بصوا بقى، السر في الحواوشي، مش كل الناس يعني طبعا كل الناس تعرف تعمل حواوشي زي العسل. بس الثوم بينقل الحواوشي يا ندى لحته تانية خالص، بيخليه كده شرقي اصيل. يعني احنا بنحط مثلا بصل مبشور. البصل وثلاث اربع فصوص ثوم مبشورين. بالظبط. والثوم بقى هو بجد اللي بيخلي الحواوشي بتاعي يعني رهيب رهيب. حلو. لا لا، وتكه الجزر دي كمان تقدروا تستغنوا عنها، بس طبعا في ظروف الغلا احنا عايزين نزود بقى الحاجه القيمه الغذائيه. ايوه. بس حطيت كله كده مع بعض، وبعد كده هنعجن كل الانجريدينتس دي في بعض. مظبوط صح كده؟ ايوه. اوكي. دخل بقى كله كده مع بعض. يلا بينا. اهو. بس انت اللي عامله الكيك دي فروم اي تو زي صراحه. الصراحه ولا عايزه حاجه غير الصراحه؟ لا انا بصراحه كنت يعني مجهزه حاجه شبيهه ليها جدا، بس الوقت ما اسعفنيش لان انا كنت يعني خلاص جايبه الحاجات الحادق، فما لحقتش بصراحه ان انا اقفلها. بس انت فاجئتينا احلى مفاجاه في الدنيا. انا قلت ما ينفعش اجي وايدي فاضيه بصراحه. لان يعني كفايه ان انت داخله، هي داخله عين ايديها مش فاضيه. برضو متشكرين فانية كلفت نفسها. بالظبط مظبوط. اوكي. بس انا عجنت كده، وهاخد بقى رغيف الحواوشي بتاعي، بس هديله كده اديهم بسرعه كده. على فكره احنا ممكن نحشو يعني رغيف واحد بس. مظبوط. انا بس بدخل المكونات كده كويس، ونبداوا بقى نعصجوا الصدق. لو الوقت كفى نحشو رغيف تاني. حاضر. احنا نرجع كده اهو. ده ايه الرغيف اللي فيه بركه ده؟ لا ما هو النهارده في صينيه وحوش بقى في الاكل. أيوة. لازم يبقى يعني ايه يكفي من الحبايب الف يعني. طبعا كلنا بقى في البيت اساسا يعني ايه المفروض نفرم بقى اللحمه وندخل كل ده، ويا سلام بقى لو باتت في التتبيله او اتشالت في الفريزر كمان باتت. بتدي أيوة. طعم ونكهه للساندوتش بجد مش طبيعيه. يعني احنا ينفع نفرد اللحمه في الرغيف ونحطها في الثلاجه عادي مش في الفريزر؟
تقدري، لا او لو عملتي خلاص اوريدي سندوتشات جاهزه تقدري تحتفظي بيها في الفريزر بتاعك. حلو، مفيش مشكله خالص. يعني يطلع يفك كده يرتاح من الثلج وبعد التحمير على طول. يفك وتحطي نقطه زيت كده وتجهزيه على طول. هنا كمان انا هخلص ده بس اقفله كده. هحط لكم كمان بقى فيه جبنه موتزاريلا بقى عشان يمط كده ويبقى ايه عامل حركات حلوه قوي. اوكي. هنزل بنقطه زيت كده بسيطه بس في الطاسه، وهحط كمان هنا خراشي على كميه الزيت. معلش يا ندى، انا عارفه ان في دايت بقى وحركات، بس احنا يعني لازم نخلي الاكل بيلمع كده ومقرمش وطعمه رهيب بقى ولا ايه؟ اوكي. اهو وبس كده، انا هنزل بيه هنا في الطاسه اهو. اسراء قولي لي، انت متجوزه؟ اوكي. متجوزه. زمان، انا مش قصدي دلوقتي، بس زمان ايام المراهقه، كان فتى احلامك شكله ايه؟ يعني في بنات مثلا تقول لك انا احب الراجل الخام اللي يكتشف الدنيا على ايدي. اكيد. وفي بنات تانية تقول لك ايه، لا انا احب الراجل اللي هو مقطع السمكه وديلها ومن غير ما يزفر ايده، يعني يبقى حرك كده في نفسه. ايام ما كنا في المراهقه كان طموحاتنا في انهي تايب من الرجال؟ لا كان نفسي في اللي انا معايا دلوقتي بكل تفاصيله. يعني انا حابه ان زوجي يبقى انا اول حد في حياته. ولو في حد قبلي عادي مفيش مشكله، بس ابقى انا الحب اللي جوه قلبه. يعني عشان اكيد الحب اللي بيبقى في، يعني اللي هو يعني لو راجل مثلا خرب الدنيا واتجوزك اكيد بتبقي انت خلاص بقى، يعني انت التوبه خلاص، تبقى نصوحه احسن من كده. ايوه. فلا بس في بنات بجد بتحب الراجل اللي هو يعني مبهدل الدنيا، وبعدين عندها وجهه نظر، خدي بالك، يقول لك ايه، راح وجه وطلع ونزل ورق وفي الاخر اتجوزني انا، وتحس ان يعني هي ده بيحسسها ان هي الفنانه اللي كريم. أيوة ان هي اللي انتصرت على كل هذا الماضي العريق وخدته من بق من بق البنات كلها. يعني انتصرت فعلا. لا هي الفكره كلها بس ان انا حابه يكون بيتوتي، يعني راجل كده حابب بيته واولاده، ما يقعدش بقى كل شويه نجري هنا ونروح هنا ومش بنعرف نرجعهم بسهوله. بيبقى بيهرب من مسؤوليات اكيد وما بيبقاش ملتزم. فلا الراجل البيتوتي اللي بيحب بيته ده بيبقى راجل كده سند وامان للبيت كله. يعني بصي، هو طبعا لولا اختلاف الاراء لبره السن اكيد، بس انا لو هتسالني انا شخصيا كندا، انا ما بحبوش بيتوتي. ما بتحبوش بيتوتي يا ندى؟ وما احبش يعني حتى في العلاقات ما احبش اللي هو ايه، العلاقات اللي هي التشيزي الملزقه. يعني لا، سيب لي مساحتي وخد مساحتك والعب بلاي ستيشن يا مان واتبسط، وسيبني انا كمان عندي شغل فاهماني، وعندي هيلورونيك بحطه ومحتاجه وقت لنفسي. بس ممكن ياخد المساحه يهرب منك خالص. ايه؟ ممكن ياخد المساحه بتاعته ويهرب منك خالص، يعني ما مش هتعرفي بقى ترجعيه تاني. في فرق انه ياخد مساحتي عشان ما نزهقوش من بعض، وما بين انه يعني نبقى كابتين على نفس بعض، فاهم حاجه؟ انا ما بحبش كده. بس هو لا، في راجل بيتوتي بس هيساعدك، هيشاركك يعني وقت المشاركه ووقت ما انت هتستندي اليه هيساعدك، مش هيسيبك ابدا. بالعكس، كل اللحظات بيكون فيها بقى مشاركه. يعني دي طبعا من وجهه نظري، بس بصي لولا الاذواق، يعني لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. على سيره المشاركه، ما تشاركيني السجق حصل فيه ايه؟ السجق بقى انا المفروض نزلت بيه في الطاسه هياخد تحميره يتحمر خالص، ونزلت بقى حطيت البصل والخضار بتاعي، تقدروا تحطوا اي خضار مشكل. اوكي. اللي انتوا بقى بتحبوه في البيت. بعد ما هيتحمر المفروض السجق خالص وينزل الدهن بتاعه شويه. أوكي. هحط له بس معلقه صلصه ودبس الرمان. اوكي. بس كده، وهسيبه في التشويحه بتاعته كده، والحواوشي اهو جنبي في العين الثانيه. بس كله. انت عارفه دبس الرمان، وبرده دي اذواق يعني، بس انا مثلا دبس الرمان احب احطه لما اخلص الحواوشي خالص بيتحط في طبق. احطه على البارد. جربتيه وهو جواه؟ مش جربتي؟ يعني ما جربتوش صراحه. بصي هو نازل مكسر الدنيا، يعني اخر حد عمله بالصويا صوص كله دخل قال له لا يا جماعه، يعني نقدر ان احنا نستبدل الصويا صوص بدبس الرمان بما ان هو اللي نازل ترندي بقى وجديد وكده. فانا جربته، لا الطعم اتنقل في حته تانية. واللي ما عندوش دبس الرمان عادي بايدك قوي في اختيارك في موضوع دبس الرمان. لان دبس الرمان بيديله مزازه غير طبيعيه. غير الصويا صوص. الصويا صوص في الاكل او في البق شخصيتها قويه قوي، تحس ان هي بمجرد ما بتحطيها اسراء بتطمس شخصيه اي مكون ده حقيقي، وبتغمق الوصفه قوي مننا فما بتبقاش طعمها حلو. واللي ما عندوش دبس رمان يقدر يستبدله عادي جدا بليمونه وعسل اسود،
يعني اكيد مش كلنا هنقدر نوفر دبس الرمان في البيت، صحيح، فنقدر نستبدله بالبديل ده، واعتقد برضو بيدي يعني طعم قريب قوي من طعم دبس الرمان. قولي لي انت بالك قد ايه على السوشيال ميديا؟ هتصدقي شهرين يعني اعلى فيديو عمل يعني ريتش عالي جدا 200,000. لا كان اني واحد كان ايه موضوع خلطة المحشي بس انا مش عارفه هو الناس عجبها خلطة المحشي في حد ذاتها ولا الصوت اللي انا كنت بتكلم بيه، لان كان الناس كلها ساعتها دخلت علقت على نبره صوتي في الفيديو. ان يعني ان انا كنت بقول لهم سر نجاح اي وصفه في الدنيا مش المقادير اللي بتتحط، لا الاحساس، يعني ان انت تحط الحاجه اللي تريحك انت، مش ان انا هحط 1 2 3 زي ما الكتاب ما بيقول، ليش دعوه بوصفات الكتاب. بس خليني ارد عليكي بقى في سؤال، انا مستغربه ان خلطه المحشي هي اللي عملت اعلى مشاهدات. انا من يعني من خبرتي شويه في موضوع الطبخ والحاجات اللي بتاخد ريتش قوي، شفت اسراء يعني حتى الشيفات اللي بيجوا هنا سبحان الله، الاكلات اللي بتعمل مشاهدات على السوشيال ميديا عاليه جدا مش الباستا والوايت صوص ومش عارف ايه والحاجات الترندي وقص، لا 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 خالص، الناس لسه عايزه تعرف مين النهارده هيعمل خلطه المحشي بطريقته هو. طب ما نتفرج على خلطة المحشي أو طشة الملوخية يمكن يكون فيها تقليعة جديدة أو طش جديد أضيفه. تصوري إن ذوق الناس رغم كل الترندات وكل تحديات الترندات بتاعت السوشيال ميديا والتيك توك والحاجات اللي بيجربوها وكده، إلا إن لسه ذوق الناس رايح للملوخية والمحشي ومش عارف كفتة الرز وكفتة داود باشا، والناس لسه عايزة تستمتع بالمطبخ الشرقي التقليدي القديم رغم ان هم ممكن يجربوا حاجات تانية ويحبوها. أكيد. بس لسه مطبخنا مسيطر. اكيد، لا المطبخ بتاعنا. وبعدين انا لا اكتشفت ان المطبخ، يعني انا لما دخل حد علق لي على الفيديو ده لقيته بيقول لي ان احنا بناخد الوصفات بتاعت الدولمة العراقية، استغربت جدا ان المحشي وصفات ايه؟ دولمة عراقية، يعني ان الاكل العراقي احنا ان المحشي ده او خلطة المحشي دولمة تقريبا. انا والله استغربت الكومنت بتاعه، بس ايه ده، لا المحشي ده بتاعنا. بس هو واضح انه يعني الوصفات العربية كلها تقريبا مشابهة لبعض شوية او حاجة. ممكن على فكرة يعني اكل كتير قوي من المطبخ العراقي او المطبخ الشامي، احنا اكلنا كعرب كافكار تقريبا احنا متشابهين، بس الطرق مختلفه، هتلاقي البهارات مختلفه، هتلاقي مش عارف تقطيعه اللحمه مختلفه، هتلاقي طريقه السوى مختلفه، اللي يسوي تحت الارض يدفن الاكل، واللي يحط مش عارف في فرن كهربائي، واللي يسوي في جريل مش عارف عامل ازاي، لكن هو الفكره نفسها او فكره الاكله تقريبا مش مختلفين فيها قوي. لا كلنا تقريبا نفس الوصفات، فرق بس زي يعني اللي انا قلته فعلا كان في الفيديو، ان كل واحد بيحط التاتش بتاعه واللمسه بتاعته وهي بتحول الاكله وبتاخدك هي للحاجه اللي انت بتحبيها في الاخر. في طعم ما عجبكيش تقدري تشيليه جدا من الوصفه وما يهمكيش، يعني أوكي. عادي ما بتغيرش كتير من الطريقه. موتزاريلا؟ انا عارفه ان انا بوترك، يعني هتاكلي حواوشي حلو يا ديانا. انا عارفه ان انا هتاكلي حواوشي حلو، يعني هوترك شويه بس يعني. لا ما تاخدي وقتك، ده انت عامله رغيف قد كده. كلنا لازم نشارك في الرغيف ده. كلنا هنشارك فيه. اوكي، السجق طيب قدامه قد ايه؟ خلاص السجق خلاص خلص اهو معايا، كان المفروض كمان ياخد تشويحه اكتر. اهو انا معايا 3 دقايق، شوفي بقى خلاص ايه الحياه يعني ممكن يحصل فيها. لا ايه؟ خلاص الدنيا قمر خالص اهو، الصينيه بتاعتي اهي اللي هقدم فيها برزنتيشن وبتاع وحتى بطاطس مقرمشه عشان مش عايزين نقول اسمها، شيبسي ويعني مروقه. ولا بصي بقى، ما ينفعش حواوشي من غير بطاطس متبله شويه كده بالخل بقى والثوم والحركات بتاعت ال اوكي. بس عارفه بقى انا لما كنا بنعمله مثلا في البيت عندنا حواوشي او صدق او كبده او كده، الحاجات دي حرشه قوي وبتعمل حمو غير طبيعي. زمان يعني ايام ما كنت باكل وبيجي لي حمو زي البني ادمين وكده، فكنت احب اعمل جنبها ايه؟ كنت احب اعمل جنبها سلطه الزبادي واشرب عليها خياره واحط شويه نعناع عشان النار اللي بتحصل على الصدر بعد الاكل اللي فيه زيت ده تبقى علاج في اللايزي. انا بصي انا يعني الصفحه بتاعتي كلها اكل، بس كل اللي بيشوفني انت ليه رفيعه، هي الفكره ان انا بعد ما بخلص ممكن ندوق ندوق بس وخلاص، يعني مش لازم اللي احنا بنعمله حتى لو مليان عشان رفيعه. يعني ان الاكل دسم وانا بقى من مستقبل بعيد وحش ان كل ده هيطلع عليا. ولا كده عادي بطشي ولا كده عادي بطشي. انا تهريت ايام زمان تريقه علشان تخينه، ولما خسيت بدات اخش في دايلمه انه لا بقت وحشه، لا بقت بايخه وتلوى، لا وعرقبت، لا بقت رخمه بقى.
فاللي هو سبحان الله، يعني فعلا المقوله اللي بيقولوا فيها غايه مش عارفه ايه، ارضاء الناس غايه لا تدرك. بالظبط. انت تخين مش عاجب، خليك انت رفيع مش عاجب، خليك نفسك. عارفين ما لقوش في الورد عيب قالوا له يحمر الخدين. بالظبط كده، بالظبط. لا هو بصي، احنا بنعمل اللي يريحنا نفسيا واللي بنحس بيه ان احنا كده يعني تمام التمام. انا رايح. عندي خبر غير جيد. ايه؟ ايوه هو اللي في بالك. اه هو اللي في بالك. أيوة يلا. ايوه يلا بينا سريعا. خلاص الحواوشي ايه ظروفه؟ عشان خلاص الحواوشي كمان خلاص هو انا الكنترول مستعجل جدا جدا جدا. خلاص يلا بينا يا سيدي. انا الحواوشي يلا. الحواوشي بس هحط له اخر اخر حاجه كده الموتزاريلا. الجبنه الموتزاريلا. اه يلا سريعا سريعا. 10 ثواني. خلاص انا خلصت. يلا كله هو على فكره كده هيسيح ما تقلقيش. اه اه ده هو بالحراره اصلا خلاص كل ده. يلا خلينا بقى نحطه ونكمل البرزنتيشن القمر. اكيد ممكن نستنى الله. بس دقيقه كده الجبنه تسيح. دقيقه ما عنديش دقيقه حتى. طيب لا خلاص نرفعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي ممكن نحطوها هنا بقى جنب البتاع كده الدوبيره دي. اه حسن حطيها بقى هناك سريعا حالا حالا. يلا بينا حالا هتروح اهي جنب اخواتها. يلا والنبي سيبيها كده هي يعني احنا هنهدموها متقطعه. لا 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 طبعا اكيد اكيد اهي 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 خلاص حبيبتي قمر اهي. ناكل بقى وننبسط ونهيص بقى صينيه الوحوش دي. شرفتينا ونورتينا وكترتينا وبجد الاكل ريحته تجنن يا اسراء. تسلم ايدك ربنا يخليكي. اتمنى بجد ان انا اشوفك تاني. واتمنى الناس اللي بجد دمها خفيف زيك اشوفها كتير على السوشيال. والله ده من ذوقك ربنا يخليكي. شكرا لك. انبسطت بيكي جدا. الوقت معاكي عدى بسرعه جدا. اعزائي المشاهدين هطلع فاصل سريع وارجع تاني من فضلكم استنونا شويه ان شاء الله.